السلام عليكم ورحمة الله. عقب انتهاء القتال في غزوة أحد، وقف أبو سفيان أسفل جبل أحد ونادى وقال: يا محمد، موعدنا موسم بدر الصغرى، فنقتتل بها إن شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: قل له بيننا وبينك ذلك إن شاء الله. فلما حضر الأجل خرج أبو سفيان مع قومه للقاء المسلمين، فألقى الله الرعب في قلوبهم، فبدا له أن يرجع، ولكنه خشي من المسلمين، فماذا يفعل؟ لقي أبو سفيان نعيم بن مسعود، وقد قدم معتمرا، فقال له: يا نعيم، إني وعدت محمدا أن نلتقي بموسم بدر، وإن هذا عام جدب، ومعنى جدب قحط وفقر وندرة في الماء، وقد بدا لي أن أرجع، ولكن إن خرج محمد ولم أخرج زاد بذلك جراءة علينا، فاذهب إلى المدينة ففبطهم، ولك عندي 10 من الإبل. فخرج نعيم إلى المدينة فوجد المسلمين يتجهزون، فقال لهم: ما هذا بالرأي؟ أتوكم في دياركم وقتلوا أكثركم، فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لأخرجن إليهم ولو وحدي، حسبنا الله ونعم الوكيل. ونزل قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة إلى موسم بدر الصغرى دون وهن أو ضعف أو استكانة، وجاء الخبر إلى أبي سفيان والمشركين، وألقى الله الرعب في قلوب الكافرين، ورجعوا إلى مكة دون قتال. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، قال: النعمة أنهم سلموا، والفضل أن عيرا مرت وكان في أيام الموسم، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. طيب، وإيه الفرق بين النعمة والفضل؟ معنى النعمة العطاء الذي ينفع صاحبه، أما الفضل فهو الزيادة في العطاء والنعمة، والحقيقة أنها ليست نعمة واحدة بل نعم كثيرة. فمن الله على المؤمنين بالتوفيق، وكتب لهم أجر غزوة تامة دون قتل أو قتال، وخذل المشركين، لم يمسسهم سوء ولم يصبهم أي أذى أو مكروه عند خروجهم وعودتهم، واتبعوا رضوان الله بطاعتهم له ولرسوله، والله ذو فضل عظيم عليهم وعلى غيرهم. وهنا لنا وقفة: لما توكل المؤمنون على الله حق توكله كفاهم ما أهمهم، ورد كيد أعدائهم، وأعطاهم نعمة وفضل وسلامة ورضوان. فإن عملنا بتلك الآية
نلنا بإذن الله النصر على المشركين والكافرين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.